صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الشمس تدور أم أنها ثابتة؟ والله هذا شيء أنت ما تشوف، أنت ما تشوف أن الشمس أنها تجي من المشرق تغرب من المغرب، ما تشوف هذا؟ أليس إبراهيم عليه السلام قال للجبار: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب؟ كان الجبار قال: لا، الشمس ما تجي من المشرق ولا الشمس ثابتة، ما سلم لإبراهيم عليه السلام. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول الله جل وعلا يقول: فبهت الذي كفر، لأنه ما عنده قدرة يرد هذه الحجة، لو كان عنده قدرة قال: لا، الشمس ثابتة ما هي بتمشي. نعم.